انا جاي ابشرك يا سيدي الكل، انا خلاص مسكت اول الخيط اللي هيوصلنا لسامح. عفارم عفارم عليك يا عايده. اتفاقي معاه بعد ما عرفت اني ما اقدرش اتحرك. طب ليه؟ طب ليه خبيت عليا انا؟ اتكلم في ايه؟ ما عايز اكلم حد ولا حد يكلمني. قلت السكوت احسن دواء. ساعات يا بنتي الخرس بيبقى نعمة، بدال ما اجيب حق ولدي الكبير بقيت محتاج اللي يرعاني ويخدمني، بقيت شيلة فوق ظهر العيلة وشايلك فوق طاقتك. بعد الشر يا حاج ما تقولش كده، انت عمرك في حياتك ما هتبقى تقيل على حد. قدري وقداركم يقدر. أنا لولا فرحتي باللي عملتيه كنت فضلت ساكت لحد ما أدخل تربتي. هتشر عليك يا بابا. بس أنتي طلعت بنت أبوكي صح. ولسه يا حاج لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا في الأول. استنى لما إسماعيل ده يعرف إن أنت بتتكلم. لا لا يا عايدة، ما عايز حد ياخد خبر من الموضوع ده، خليه سر بيني وبينك. ليه يا حاج؟ ليه؟ حرام عليك، خلي العيلة تفرح شوية. معلش يا بنتي معلش، نأجلوا فرحتنا هبابة. الفرحة الكبيرة يوم ناخده بطار الغالي. سمعين دلوقتي فاكر اني ما بتكلمش، وده يخليه مطمن إن أسراره اللي عندي مدفونة ببير غويط.